المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزيوي قال اليوم أنه لا عودة إلى دستور 2014، وذلك في صورة فوزه بالانتخابات الرئاسية اللي بيش يتم تنظيمها نهار الأحد الجاي 6 أكتوبر، وأكد أنه تلك مرحلة من تاريخ تونس انتهت ولا عودة إلى الوراء. وأضاف في تصريح إذاعي اليوم أنه في صورة فوزه بالانتخابات الرئاسية بيش يقوم بتركيز المحكمة الدستورية في غضون شهر واحد فقط، وقال أنه المحكمة الدستورية هي من تضمن استمرارية الدولة. وكان زهير المغزيوي عبر في عدد من التصريحات السابقة على نيته أيضا إلغاء المرسوم عدد 54. أنصار المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد يواصلون الاتصال المباشر بالناخبين. يواصل أنصار المترشح للانتخابات الرئاسية 2024 قيس سعيد بساحة الفنون بالمنستير الاتصال المباشر بالمواطنين وتوزيع معلقته وبيانه الانتخابي وفق ما أفاد به حامد الزواغي مكلف بالاتصال عن المترشح قيس سعيد. وقال في تصريح اليوم أنه التجاوب مع المواطنين كان ممتاز في كل معتمديات ولاية المنستير وخاصة في المدينة العتيقة حسب تعبيره. الإدارة العامة للحرس الوطني أفادت اليوم بأنه مجهودات البحث عن المفقودين في حادثة غرق مركب بحري في سواحل جربة متواصلة من قبل الوحدات العائمة بإقليم الحرس البحري بالجنوب والحماية المدنية وجيش البحر وفريق تابع للديوانة البحرية. وأكدت في بلاغ لها اليوم أنه تم أيضا تسخير مراكب صيد بحري لمعاضدة مجهود البحث، علما وأنه مركب بحري قد غرق قبيلة سواحل جربة في الليلة الفاصلة بين 29 و30 سبتمبر الماضي. ويشار إلى أن وحدات الحرس البحري وجيش البحر والحماية المدنية تمكنت من إنقاذ 31 شخص أغلبهم توينسا من ولايات مختلفة واثنين من جنسية أجنبية وانتشال 16 جثة من ضحايا الحادث. وفي عملية مشتركة بين وحدات الاستعلامات والأبحاث المركزية والجهوية بالتعاون مع الوحدات البحرية بإقليم الجنوب تم يوم 30 سبتمبر 2024 الإطاحة بخمسة وسطاء ضالعين في عملية إيواء وتسهيل عبور المجتازين، كما تم القبض على المنظم الرئيسي للعملية وزوجته بالإضافة إلى خمسة وسطاء آخرين متورطين أيضا في تنظيم عملية اجتياز الحدود البحرية بطرق غير قانونية وحجز 3 سيارات استعملت في نقل المجتازين ومبالغ مالية هامة والزورق المستغل في عملية الاجتياز. وزارة التربية أعلنت اليوم أنه تقرر تعليق الدروس بصفة استثنائية بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية كامل يوم السبت 5 أكتوبر، وذلك في إطار الأعداد لعملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها يوم الأحد 6 أكتوبر. ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستعداد لضمان توفير الظروف المناسبة لحسن سير الاستحقاق الانتخابي بالمؤسسات التربوية اللي بشي تم فتحها كمراكز اقتراع يوم الأحد القادم. وأضاف البلاغ أن الدروس تستأنف يوم الاثنين القادم بصفة عادية طبقا لجداول الأوقات المعتمدة. أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عصام شوشان أنه إلى حد الآن لم يتم إعداد ميزانية تكميلية بخلاف السنوات الماضية اللي تم خلالها في كل مرة اللجوء إلى ميزانية تكميلية حسب تعبيره. وضح في تصريحه اليوم أنه لا يوجد أي موجب
لإعداد ميزانية تكميلية بالنظر إلى التوصل في التحكم في النفقات، بالإضافة إلى عوامل أخرى خارجية تتعلق بسعر الصرف اللي كانت تقلبته محدودة، وأيضا استقرار أسعار النفط نسبيا حسب توضيحه. وأشار إلى أنه بش يتم البدء في مناقشة ميزانية 2025 انطلاقا من منتصف أكتوبر الحالي. وذكر النائب بنسبة النمو المتوقعة بحسب ميزانية 2024 واللي كانت مبرمجة ب 2.1%. كما كشف رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عصام شوشان أن قيمة القروض الجملية اللي تحصلت عليها تونس منذ 2011 إلى غاية 2021 بلغت نحو 113.2 مليار دينار، وهو ما يعادل 3 مرات ميزانية الدولة حسب قوله. ولاحظ أنه حصة كبيرة من هذه القروض تم رصدها للاستثمار ومخصصة لعدد من المشاريع بينها شركة متروس فاقس، إلا أنه وجهتها بقيت غير معلومة في واقع الحال، واستند في ذلك إلى تقرير للبنك المركزي على مستوى لجنة التحاليل المالية، ووصف الوضع المالي في تلك الفترة بحالة انفلات، وأشار إلى أنه وصل الأمر إلى حد عدم إغلاق ميزانيات على امتداد 4 سنوات من 2017 إلى 2020. وأضاف قائلا أنه تم إغلاق هذه الميزانيات لاحقا بمساعدة دائرة المحاسبات، حيث تم العمل منذ 2022 على إغلاقها، وهو إجراء من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين في مالية الدولة. في منوبة، إيقاف مروج مخدرات صادرة في حقه 17 برقية تفتيش. تمكن أعوان مركز الحرس الوطني بجديدة مساء يوم أمس من الإيقاع بمروج مواد مخدرة صادرة في حقه 17 برقية تفتيش من أجل مسك وترويج مواد مخدرة والسلب تحت طائلة العنف والتهديد، حسب ما أكدوا مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتم الإيقاع بمروج المواد المخدرة في إطار التركيز على محيط المؤسسات التربوية بالمنطقة واستهداف العناصر ذات السوابق والمفتش عنها، حيث تم نصب كمين له وضبطه متلبس بمسك كمية من الحبوب المخدرة، وتبين أنه من أصحاب السوابق ومطلوب لفائدة المحكمة الابتدائية بمنوبة وعديد الجهات الأمنية على مستوى ولاية منوبة.